اهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وزينة بطعم البيوت حلقتنا النهارده معانا فيها مجموعه متنوعه من فقراتنا المختلفه. طبعا اول فقره معانا هو الاحتفال بيوم الشهيد. النهارده 9 مارس هو ذكرى الاحتفال باستشهاد الفريق عبد المنعم رياض وده طبعا اثناء تفقده للقوات المسلحه على الجبهه المصريه اثناء حرب الاستنزاف. اكيد قواتنا المسلحه لسه ليها الكثير والكثير من التضحيات بنتمنى لهم كل السلامه وكل الخير يا رب لان هم اكيد هم ظهرنا اللي بيحمينا. آه، كمان معانا فقره من خلال برنامجنا النهارده هتكون عن سلامه الغذاء ازاي ممكن اختار الغذاء الجيد الصحيح آه، يا ترى لو خدته عن طريق ان انا اشوف عليه تاريخ الانتاج صلاحيه ازاي اعرف مكونات الغذاء اللي اقدر استخدمه ايه الحاجات اللي ما ينفعش ان انا استخدمها كتير من الاسئله هنحاول نتعرف عليها من خلال فقرتنا النهارده آه، كمان اكيد التعاملات في محيط العمل البيت الاسره الاصحاب التعاملات اليوميه بشكل عام اكيد لي ها وقع كبير في حياتنا ازاي ممكن يكون عندنا فن التعامل ازاي نتعامل مع الناس ونكون كمان معاهم بشكل جيد بصوره صحيه نكون فعلا اصحاء نفسيا نقدر نتعامل مع غيرنا ويكون ده اكيد لينا ولمجتمعنا خير كبير آه كمان معانا بقى فقره مهمه جدا كنا بنتكلم عن سلامه الغذاء اكيد المطبخ عنصر مهم معانا النهارده معانا اكيد الشيف النهارده الشيف جيهان يوسف اهلا وسهلا بيك يا شيف جيهان بحضرتك. بحضرتك. لي شيف جيهان أنا النهارده؟ النهارده عاملين الحواوشي بالخضار من غير لحمه تمام وعاملين فطيره سبانخ وجاتوه البطاطس لا الحواوشي بالخضار من غير لحمه طيب <تصفيق> <تصفيق> هنعرف التفاصيل اكيد في فقرتنا معاكي النهارده قولي فطيره سبانخ تمام وجاتوه بطاطا طب هايل يعني انت عامله حاجات اقتصاديه لطيفه وفي نفس الوقت انت عاملاها بشكل وبصوره صحيه صحيح. وتقدر ان احنا يعني شايفه واخده السبانخ فانت معاكي الحديد بالضبط. كتير والخضار كمان استبدلينه باللحمه أيوه. طيب تمام تسلم ايديكي مقدما <تسلم> واكيد هتكوني معانا على مدار الساعه ونص مشاهدينا كده وصلنا معاكم ان احنا عايزين نتعرف بقى على كل فقراتنا تابعونا هتكون معانا فقره مهمه جدا وهي فقره الشهيد وهي طبعا ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم خلونا نتعرف اكتر على هذه الفقره من خلال الفقره اللي جايه خلونا نخرج الفاصل ونرجع لكم مره تانية رجعنا لكم مره تانية مشاهدينا بنجدد التحيه بيكم طبعا النهارده يوم 9 مارس وهو الاحتفال بيوم الشهيد ذكرى الاحتفال واستشهاد الفريق عبد المنعم رياض اثناء تفقده القوات المسلحه وداخل الحرب الاستنزاف لموقع طبعا اكيد في دروس ودروس بنتعلمها من هذا الموقف فكره ان يكون في حد قائد ويقدر ان هو يعني يكون يبذل قثاره جهده في ان هو يضحي من اجل وطني ازاي ان هو يدعم القوات والجنود والعساكر والضباط موضوع كبير جدا طبعا الجيل الحالي نقدر نقول هو جيل ما شافش اي نوع من الحروب غير يمكن حرب كلها عن طريق المواقع الالكترونيه وازاي ان هو ممكن يعيش هذه الاجواء لكن اكيد لازم نتعلم من الخبرات السابقه، لازم يكون عندنا حب للوطن، لازم نتعلم ازاي وطننا هو اهم حاجه عندنا حتى لو فادينا بارواحنا، كتير وكتير ودروس بنتعلمها اكيد من قواتنا المسلحه المصريه كل عام وانتم بخير يا رب، بس خلونا نتكلم اكتر عن انعكاس بقى الدروس المستفادة على حياتنا وعلى أولادنا كل ده من خلال مناقشتنا النهاردة معنا ومعاكم دكتور مها غانم استشاري العلاقات الأسرية وزميل أكاديمية ناصر العسكرية أهلا وسهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك دكتور يعني دايما نقول إيه نتكلم عن حرب نتكلم عن استشهاد أكيد بيكون في دروس بناخدها زمان كان فكره ان انت تعلمي الولاد او الطلاب في المدارس او حتى لاولادنا بشكل عام كان سهل ان هم يتقبلوا مننا المعلومه حتى لو ما شافوهاش دلوقتي للاسف الواقع الافتراضي خلى الولاد عايزين يشوفوا كل حاجه بعينيهم علشان يصدقوها لكن ان احنا نبتدي نكلمهم عن بطولات وحاجات حصلت زمان وان ازاي دي كانت سبيل ودعم كبير قوي لينا نفسيا ونقدر ان احنا نكمل مسيرتنا في الحياه بشكل عام الموضوع بقى مختلف شويه مع الجيل ده. من وجهه نظر حضرتك لما النهارده نقول ان احنا بنحتفل بيوم الشهيد. ازاي نقدر نوصل ده للجيل الجديد؟ خلينا الاول نقول احنا النهارده بنقول كل سنه وانتم طيبين لكل افراد القوات المسلحه المصريه وللدوله المصريه وافراد الشرطه الباسله المصريه وجيش مصر الابيض كل شهدائنا في كل مجال مؤثر على هذا الوطن بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. بنقول لهم بنحاول ان احنا نعرف الناس اشمعنى يوم الشهيد يخص سياده الفريق عبد المنعم رياض تحديدا وليس اي شهيد اخر اخوات أوه. المسلحه بها العديد من الشهداء يعني مثلا كان ممكن نقول الشهيد انور السادات اه بالظبط هو يعني بطل وشهيد م. ولكن لماذا سميت باسم الفريق عبد المنعم رياض لان الفريق عبد المنعم رياض كان شخصيه ظاهره وطنيه فريده تمام كان شخصية نابهة تقلد العديد من المناصب في فترة وجيزة جدا منذ صغر سنة لدرجة أنه سموه الجنرال الذهبي اللي سماه الجنرال الذهبي القوات الروسية وليست في مصر مش آه. زملائه في مصر ولكن في خارج مصر ده دليل على إن هو قد إيه الراجل ده كان نابه كان شخصية فريدة كان بيقدم دروس في القيادة اللي المفروض ان احنا نتمتع بيها في كل القاده في كل المجالات وليس في القياده العسكريه فقط يعني عمليه ان هو يحافظ على المسافه دائما اللي بينه وما بين الافراد المحيطين به سواء من الضباط او صف ضابط او المقاتلين المجندين الصغار ان يكون دايما محافظ على عدم التكبر في وسطيهم على ان هو يحافظ على ان يكون قريب منهم وعدم رفع الكلفه ان يكون هو المبادر وهو صاحب الخطوه الاولى دائما القائد بيكون مشارك للفريق اللي بيكون معاه ويكون سابق ليهم ولذلك هو عندما تم تصفيه الفريق عبد المنعم رياض كان بينه وبين العدو الاسرائيلي 250 متر كان هو في الصفوف الاماميه ما قالش انا هقعد في المكتب بقى وانا عندي ظباط صغيرين يروحوا انا عندي مقاتلين ما يديش زي ما من بعيد هو كان هو السباق آه. وهكذا هو دور القائد آه. وهنا بنفرق ما بين دور القائد ودور الاداره او المدير مم. وده اللي احنا دايما بنشوفه عندنا في فخامه الرئيس فخامه الرئيس عندنا دايما بيكون في دور القائد آه. اخر لقاء لفخامه الرئيس كان في الاراضي عندنا في ارض الفيروس في سيناء آه. كان رساله قويه بيقول فيها للعالم كله سيناء طاهره نظيفه تم تطهيرها كاملا آه. من الارهاب حضرتك أي أمن قومي في العالم كله بيقوم على الأمن والتنمية الأمن <applause> لابد أن توفير أكبر قدر من الأمن والحماية أي دولة في الدنيا عشان ده ما بيتحققش إلا عن طريق التنمية في كل المجالات ثقافية واجتماعية واقتصادية وصناعية لازم الاثنين يكونوا مع بعض على نفس الاتجاه مشكلتنا في نفسينا في أرض الفيروز إنها كانت ليست فقط للتكفيريين والإرهابيين ولكن كان هناك تجار مخدرات تجار سلاح هي معبر طول عمرها هي مستهدفه من آه. بدء بالزبط. التاريخ هي معبر لكل العصابات ولكل تجار البشر ولكل المشاكل يعني آه. ولذلك هي دايما مطمع دايما آه هي مطمع, مطمع ومدخل لمصر مهم ومدخل جدا بالظبط جدا. ولذلك كان اهم حاجه على الاداره المصريه هي تطهير المنطقه, المنطقة. بتاعت سينا وعمليه التنميه ولذلك الرساله القويه اللي كانت على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي اللي قدمها فخامه الرئيس بالمعدات اللي كانت ماليه سينا بان احنا خلاص احنا بنبني بنعمر احنا عملنا محطات ميه احنا بنعمل محطات كهرباء احنا بنعمل مصانع رخام احنا بنصدر التراب بتاع إيه سيناء ده ده بيتستخدم في حاجات رهيبه جدا <applause> كل المشاريع الاقتصاديه احنا خلاص بنبتدي نيجي بقى نقول طب احنا ما ابتديناش من زمان ليه؟ <applause> في الحاجات دي <applause> احنا ما ابتديناش من زمان لان المتغيرات اختلفت زمان كان ما كانش ينفع في حاجات كتير عشان نظلمش اي حد زمان آه. كانت المتغيرات مختلفه زمان ما كانتش قوات مسلحه ليها وجود في سيناء بهذا القدر زي دلوقتي الدنيا اتغيرت آه. العمليات الارهابيه فرضت انها لازم تتواجد هي بقوه نتيجه العمليات الارهابيه اللي موجوده بالزيد. حضرتك اي شيء يمس الامن القومي المصري او اي امن قومي لاي دوله زي ما بيحصل كده ما بين روسيا وما بين آه آه اوكرانيا اي ما يمس الامن القومي محدش يقدر يتكلم. محدش يقدر يتكلم. نعم. طب ازاي ان احنا نحقق التنميه والصناعه ونطور عن طريق الامن. لازم تطهير، احنا لو في بيتنا في مكان مهجور احنا سايبينه للحشرات لازم الاول ننظفه والا الحشرات هتتكاثر وتكتر وتبتدي و... ان و... ب... تزحف بالظبط طيب دكتور حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا قلتي الموضوع ما كانش مجرد تطهير وتوضيب لسينا وان هي فعلا المدخل المهم والمطمع لمصر لكن قلتي كمان ان مشي بالتوازي مع التنميه طبعا وهاكد على التنميه لما الجيل الجديد يشوف ان في تنميه في سينا سينا اللي كان بيتعامل معاها على ورق يعني في الكتب او في المدارس ان هي مجرد سيناء ويبتدي ياخد عنها مجرد اقاويل وسيناء دي هي الصحراء اللي المفروض شبه جزيره سيناء اللي هو بيتعامل معاها على انها مكان في مصر ما فيهوش حد لدرجه ساعات الاطفال بيعتبروا ان ما فيهاش ناس يعني مش متخيلين ان فيها ناس عايشه وتروح مدارس وعايشين حياتهم النهارده بقى فخامه الرئيس بيقول لا سينا موجوده واهلها موجودين وان لازم زي ما حضرتك فيها شغل وفيها حاجات لسه هننمي فيها وهناك تنميه أوه. وهناك جذب للشباب للعمل الرساله, الرسالة. اللي الرسالة ممكن توصل للجيل الجديد والاهل سينا تحديدا لما نقول ان ده الشكل اللي موجود فيه لاهل في سينا انا بوجد لكم فرص عمل انتوا جزء لا يتجزا من الوطن المصري سينا هي ارض مصريه والدوله المصريه سيادتها من سيناء الى الاقصر واسوان يعني من اول الخريطه لاخرها أوه. دوله قويه لها سياده على كل رمل ذرة رمل من أراضيها تمام. بندي فرص عمل للشعب السيناوي بندي فرص عمل لأبنائنا في الدلتا وفي المحافظات ان هم يقدروا يروحوا يعملوا مشاريع هناك ونبعد شويه من الزحمه ونبتدي ان احنا نلاقي فرص عمل في ارض بكر في مشروعات استثماريه نقدر ان احنا ندي رساله للعالم الخارجي يا مستثمرين إحنا أرضنا طاهرة، إحنا ما عندناش إرهاب، إحنا عندنا فرص كتيرة للإستثمار داخل أرض سيناء. حضرتك عايزين نقول للناس أنت الإرهاب ده أو العمليات اللي بتحصل نتيجة الإسلام الراديكالي اللي موجود هناك ده كان بيأثر قد إيه علينا إحنا في مصر؟ عن طريق السياحة مثلاً، يعني أنا لو أنا مسافرة أنا وأسرتي رايحين نزور اي بلد في الدنيا لو لقينا هناك عمليه ارهابيه انا مش هروح مش هنروح مش هنروح طيب. يبقى اذا امننا وسلامتنا ليس على القوات المسلحه فقط طيب. دكتور بالرغم من ان اولادنا ما عصروش 9 تسعة مارس 69 تسعة ولم لم يشاهدوا اي من الحروب ونقدر نقول الجيل الجديد عشان نتكلم تحديدا لان في جيل كان معاصر لبعض الحروب لكن الجيل الجديد معاش ده لكن احنا محتاجين نحط جواه ونغرس فيه روح الاصرار والعزيمه لان اليوم ده بيشهد بس مش على ان هو يوم للشهيد او لتخصيصه لشهاده الفريق عبد المنعم رياض لكن هو بيشهد على عبقريه الجندي المصري هنخرج لفاصل تقرير وارجع لحضرتك تقولي لي بقى ازاي نبس روح الاصرار والعزيمه داخل شبابنا مشاهدينا هنخرج لتقرير ونرجع لكم مره تانية. خليكم معانا اجانا مره ثانيه مشاهدينا بنجدد التحيه بيكم وبضيفتنا اللي النهارده دكتور مها غانم. دكتور قبل الفاصل قلنا ان احنا عاوزين نعرف بقى ازاي نبث روح العزيمه والاصرار في شبابنا وفي الجيل الحالي بالرغم ان هو طبعا ما شافش عبقريه الجندي المصري زي اليوم اللي احنا بنحتفل بيه النهارده. يا حضرتك احنا علشان نقدر نرسخ الولاء والانتماء والهويه الوطنيه داخل ابنائنا ده ما بيتمش الا عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه عندنا في الوقت الراهن الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام تاني حاجة عندنا المدرسة التعليم المدرسة والجامعة لازم يكون عندنا في المناهج الدراسية شخصيات البطولات بتاعتنا لازم نحن ندرسها الإعلام عن طريق قوة النعمة ما بين برامج ما بين مسلسلات ما بين اغاني ان احنا عندنا الاف من القصص الشهداء اللي احنا نقدر ان احنا نقدمها الاف من التضحيات اللي احنا قدمناها كشعب مصري علشان البلد ده يكون موجود نفهم الشباب بتاعنا ان احنا مهما نختلف مع اي نظام مش مشكله الاختلاف هي سنه الحياه وسمه الحياه ولكن لا نختلف على وطن الموضوع مختلف تماما اذا ان احنا عن طريق الدراما المصريه ان احنا بنعلم ده للشباب. حضرتك يعني انا فاكره انا من جيلي السبعينات كان عندنا رصاص لا تزال في جيبي والافلام اللطيفه اللي احنا كنا تربينا عليها آه وكانت مؤثره جدا في وجداننا. احنا مجرد الشباب لما شافوا فيلم زي الممر مسلسل زي الاختيار بالظبط لفت نظرهم وجربوا بالظبط والناس كانت قاعده بتتفرج اذا التقصير من عندنا. الدراما التقصير من عندنا من عند الكبار مش آه. من عند الصغيرين الصغيرين مجرد حضرتك ما انتي مديتي ايديكي وجبتيهم في دراما لقطتهم قعدوا في البيت وقعدوا يتفرجوا على الحاجات دي اذا احنا شبابنا بنسبه 98% من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن طب احنا ليه احنا مقصرين في حقهم احنا لازم نساعد ونقوي ودي اتصور ان انا بهيب بالامانه العامه للقوات المسلحه انها تتبنى فكره ان يخصصوا جزء من ميزانيه لانتاج افلام تصور حياه الشهداء تصور المعاناة اللي شافوها زي مدرسة بحر البقر الشخصيات الكتيرة ليس فقط في اللي حصل في بالفعل لكن ده اللي حصل بالفعل يمكن في أكتر من رمضان على مدار تقريبا اثنين أو ثلاثة احنا شفنا المسلسل اختيار واحد اثنين بالظبط بقى كده ويمكن السنة دي كمان في جديد فكل سنة أكثر. هم فعلا بيحبوا أو ابتدى خلاص يعني من ساعة يمكن تحديدا كمان مع الممر والحاجات اللي حصلت وزي ما حضرتك قلتي جذب للشباب ده اللي فعلا بقوا بيفكروا فيه بالظبط احنا محتاجين أكتر محتاجين أغاني وطنية محتاجين احتفالات وطنية زي يوم زي النهاردة محتاجين يكون في احتفالات أنا أتذكر وإحنا صغيرين كنا بشوف محمود ياسين بيعملوا اوبريتات آه. في المسرح احتفالات كنا ما للاسف يعني الجو العام والشباب مش هيقعدوا يسمعوا له فبقي الموضوع الموضوع احنا بنحاول نعمل ده من خلال حتى وجود القوة حضرتك طبعا هي آه. اكثر تاثيرا في نفوس الشباب طيب حضرتك معانا النهارده ويمكن ده الاحتفال بيه وحضرتك موجوده معانا لكن انا عايزه اقول ان مارس ده شهر مليء بالكثير والكثير من يعني مش هقول الانجازات بس هو كمان مليء بكثير وكثير من الاعياد والمناسبات يوم المراه العالمي يوم المراه المصري عندنا كمان يوم الشهيد عندنا عيد الام طب. تقولي ايه في كلمه اخيره ورساله وجهها لكل الامهات اللي ضحت باولادها بزوجها اللي قدرت تضحيه في سبيل الوطن علشان اكيد ده كان سبب في ان احنا موجودين وعايشين حياتنا بالشكل ده تقولي لها أقول ايه؟ اقول لكل ام تحيه تقدير واحترام واجلال لكل ما بتقدمه تجاه ابنائها لكل من انجبت لكل من ربت لكل من تحملت الصعاب لكل من شالت الهم لكل من قدمت شهيد سواء ابنها او زوجها او اخوها لكل اللي قدرت انها تتغلب على الحياه ما بعد هذا الفقدان بنحييكي بنحييكي وبنقول لك يعني طبعا إيه وبشر الصابرين طبعا إيه جزاء ربنا جزاء لا يجازيه اي شيء طبعاً. ووعد الله طبعا بالطبع يعني ما فيش حاجه هتوفي قد وعد ربنا ولكن احنا كمجتمع بنقدم لك التحيه بنقدرك بنقول لك انت صانعه الحب انت تخبزين لاولادك الامل انت من تقدمين تربي وتعلمي وتقدمي الشهيد وتست... وتحتسبيه صبرا عند الله فيعني احنا بنشكرك وبندعم كل المراه المصريه وستظل المراه المصريه هي هي وستظل مصر هي هي نشكرك جدا يا دكتور حضرتك كنت منورانا وكل سنه حضرتك طيبه كل سنه وكل مصر طيبه نشكرك جدا كنت منورانا يا دكتور معس تحيه تقدير واحترام لقواتنا المسلحه المصريه اللي اكيد في يوم من الايام النهارده بنحتفل بيوم الشهيد اللي تسعه مارس كنا برضو بنحتفل بيه وجود واستشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض اكيد آه لسه آه في تضحيات كتيره وجودهم اصلا في حياتنا هو تضحيه لانهم بيبذلوا كل النفيس والغالي من اجل آه حمايه هذا الوطن واكيد لولا آه التضحيات السابقه ما كناش نكون موجود معاكم احنا وعايشين زي دلوقتي كل التحيه وكل التقدير نخرج لفاصل نرجع مره تانية معاكم ونشوف فقرتنا اللي جايه خليكم معانا